سماكة، اعتقد ان الكابتن حسام حسن اكتر الفائزين طبعا مع المنتخب ومع شعبنا وجمهورنا اللي فرحان جدا من المنتخب، بس انا حاسس ان الكابتن حسام كل يوم بيعظم زي ما بيقولوا، يعني رجليه بتثبت اكتر على الارض مع المنتخب الوطني المصري يعني كمدرب. طبعا بنبارك للعيبة والجهاز الفني، ويعني طبعا كل ماتش يا احمد بيدي ثقة للعيبة والجهاز الفني، بياخد ثقة. طريقة التعامل شايفينها تحس في يعني اختلفت شوية عن من اول ما حسام كابتن حسام وصل المنتخب. طبعا مكسب مهم، نتيجة كبيرة بره ارضك، كل دي طبعا بتدي عوامل، حتى لو منتخب عادي حتى لو منتخب اقل من العادي كمان، انك بتحقق التارجت اللي انت عايزه بأقل خسائر. لعيبه دخلت جديد، في حصل تغيرات في المنتخب الفتره اللي فاتت، يعني ما نقدرش ننكر ده. فتتحسب لكابتن حسام طبعا الماتشات اللي زي دي، انت بتحاول تثبت نفسك كمدير فني، انت تحاول تحط التاتش بتاعك. احنا شايفين النهارده لا، في يعني الكره الهجوميه بتاعت منتخب مصر، حتى لو مع احترام المنتخب بتسوانا منتخب يعني ممكن ما يكونش تصنيف اول او تاني بوقت قليل، بالظبط ايه واصل قبل الماتش بوقت قليل عشان كده الماتش اتاجل بالظبط. فيعني وتكسب بنتيجه كويسه وتظهر بشكل يعني لحد ما، الماتش اللي فات كان فيردي والماتش ده طريقتك يعني بتوصل بالكره بشكل كويس، بتفنش بشكل كويس، تحس في تجانس في الاربعه اللي قدام بشكل كويس. فدي يعني معلوش حاجات اربعه تبقوا خمسه صح ايوه بقى خمسه وكمان عندك ميزه انك ما بيجيش في الجون، فاهم يعني؟ يعني برضو انك محافظ على شباك، دي حاجه برضو دي بتديك شويه طمانينه على الـ على الـ هو كابتن حسام بيقول لك منتخب بوتسوانا ليس بالخصم السهل، يعني هو النهارده قال كده في التصريحات فعلا. قال لك يعني بعيدا عن ان احنا بعيدا عن النتيجه، قال لك عندهم لعيبه كويسه وعندهم سرعات عاليه وكده بالظبط. بس انا شايف ان هو منتخب الامانه منتخب سهل طبعا، يعني متواضع طبعا، منتخب ما نقدرش يعني احنا اتفرجنا النهارده ما نقدرش ننكر ده، بس بقول لك هو المكسب مهم بالنسبه لنا. يعني هو تصنيفه 148 على العالم. ايوه ماشي تصنيفه ما. كده ايوه هو منتخب مهم. يعني رامي ربيعه عمل سرول لتريزيجيه، يعني رامي ربيعه الجول الثاني يعني الراجل طالع ومكمل والدنيا جميله وعامل بيغلطوا في ال 18 بتاعهم، لا يعني الجون بيباصوا غلط في نص الجون ملعبهم بتاعهم وحش جدا كمان، الجون بتاعهم وحش جدا جدا يعني. انا عايز اعرف بس ميزانه كام. ازيد مني ب 5 كيلو. ده ازيد منك انت ب 5 كيلو؟ وش ده 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 انا اعتقد مش اقل من 15 كيلو. لا يعني منظر غريب جدا. لا يعني بص خلي بالك، هو وزنه زاد حارس المرمى ده يبين لك الحاله بتاعت المنتخب اللي انت بتلعبه. انا اول مره اشوف كده، عشان كده انا مستغرب تصريح كابتن حسام ان هو منتخب مش سهل. لا ده حارس المرمى بيديك هدايا، الديفنس بيديك. شفت الجون الثالث بتاع محمد صلاح؟ الديفنس بيديك هدايا، ده كارثه. فلا كان منتخب سهل. العرضيه بتاعت يا ابني ده قالب به ده الكوره بالعرض، فهو المفروض كان يعمل كده. انا قصدي اقول ايه، ان المنتخب المصري استفاد من هذه الاخطاء الساذجه طبعا، بس انا بقول له فوز معنوي مهم يا مرغني. اي مكسب مهم، محدش يقدر يقول على مكسب. طب مكاسب مصر النهارده تعددها تقول ايه؟ المكسب ثلاث نقط، المكسب بيجيب مكسب، بيديك ثقه، بيدي يعني كابتن حسام استبعد لعيبه مثلا، فكابتن حسام كان يهمه المكسب جدا، عشان حتى لو انا مش بتكلم عن اسباب المشكله، انا بتكلم عامه المدير الفني لما موضوع حجازي ايه المدير الفني لما بيستبعد لعيب بعد كده بيكسب. شفت كابتن حسن شحاته انا صح؟ فبيحس كده ان هو النهارده مثلا عامل تركايه ونزل مصطفى فتحي جاب له جول بالظبط، وهو ابراهيم عادل بالظبط. فأكيد أكيد يعني استفدنا من المكسب، لكن كأداء أنا شايف يعني أنت كسبت أربعة وده الطبيعي. أنت بتلعب فرقة سهلة، خصم حارس المرمى ضعيف جدا، خط الديفنس ضعيف جدا، الفرقة حتى دي الماتش اتأجل عشان هم ما كانوش عارفين يرجعوا عشان يلعبوك في الماتش، عشان كده الماتش اتأجل. فلا مكسب أنا شايفه يعني مش عاوز نديله أكبر من حجمه. تبقى واقعي بالظبط. أنا برضو ما كسبتش السنغال، ما كسبتش منتخب كبير. طب سؤال يا جماعه بيفرض نفسه، انا عمال افكر فيه وانتوا عمالين تتكلموا انتوا الاثنين.